سأبدأ بمشاركتكم بعض الأفكار الأولية قبل الخوض في السؤال المتعلق بالنموذج التنموي الجديد. أود أن أقول أن اليوم ومسألة الحكامة الرشيدة هي في صلب النموذج التنموي، وكل البلدان هي موقنة أن هذه الحكامة هي ضرورية وهي المحدد الأبرز لتنافسية البلد. هذه الحكامة الرشيدة هي أيضا تعطي فكرة عن كفاءة البلد، أي الكفاءة الحالية والمستقبلية للبلد، وتعين أيضا على الاستعداد للمخاطر والتداعيات المرتبطة بالاستثمار، وتعين على إعطاء فرضيات بالنسبة للأخطار. الأمر الثاني أود أن أشير، فإن مبادئ الحكامة الرشيدة كما هي معروفة دوليا باتت لها بعد دولي وعالمي، ولا يخفى عليكم أن من أجل تفعيلها لا يمكننا أن نغفل استشرافا أو رؤية مستقبلية للواقع الاقتصادي الثقافي الاجتماعي، وكل هذا الواقع ينبغي وضعه في سياقه الحالي ودون إغفال السياق الدولي. وأنا أتذكر أن بلدنا عقد اعتماد دستور 2011، فقد حرص على إحداث مؤسسات تعنى بالحكامة، مؤسسات مستقلة مرتبطة تشتغل بمعية الجهاز التنظيمي التنفيذي التنفيذي والتشريعي، وتعنى بوضع ميكانيزمات تروم المراقبة والتنظيم وإيجاد توافقات وفتح النقاش. وأيضا هذه المؤسسات تشكل قوة اقتراحية تغني النقاشات التي تعنى بالظاهرة كهذا الذي نحن بصدده اليوم. فيما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد، فقد تم اعتماده أو تبنيه من قبل المغرب في 2011، وهو نتاج لعمل كبير تم إطلاقه من طرف صاحب الجلالة منذ سنة 2017، وتم إحداث لجنة بهذا الصدد والتي كان لي شرف ترأسها، وقد عرضت تقريرها في أبريل 2021. وللتذكير، فهذا النموذج على مدى ينطوي فهو استقراء للمستقبل إلى غاية 2025، وهو محاولة أو نظرة استشرافية تروم مقاربة البعد أو تموقع المغرب في إزاء العالم بناء على مؤشرات دقيقة تحيل على العديد من الأبعاد التي نعتبرها مترابطة. ومن أجل التوصل إلى هذا الأمر، فإن النموذج التنموي الجديد يوصي بتكامل، فالدولة ينبغي أن تكون قوية بشراكاتها، بحكامتها، بمؤسساتها التي تعنى بحماية المواطنين، وأيضا دولة قوية بالمجتمع وبالأعمال التي يقوم بها المجتمع، وأيضا بروح الابتكار وروح المقاولة التي تعين على إيجاد الشروط الضرورية والظروف الملائمة للاستثمار وللصمود أمام الأزمات المتنوعة التي تعترضنا.
ما يميز هذا النموذج أو حتى يكون هذا النموذج مميزا، فبالتالي كان لزاما علينا أن نوجد إطارا يقوم على الثقة والمسؤولية، وهنا يتداخل الأمر مع مسألة الحكامة والأخلاقيات و وحتى ندرج هذه التنمية في مع أو نكسبه الثقة، فكان لزاما علينا أن نتحدث عن المواطنة أو تعزيز المواطنة وروح المواطنة وضمان استقلالية الفاعلين وأيضا تأمين التزاماتهم المحترمة، دون أن ننسى أن كل هذه الأمور تمشي بشكل متوازن مع كل مسؤول تحسيس كل المسؤولين الذين يشتغلون في هذا الصدد، وأيضا مجابهة كل المصاعب والإشكالات التي قد تكون مرتبطة بصراع المصالح وما إلى ذلك. في هذا الصدد فإن اللجنة ركزت بشكل كبير على الروابط العميقة القائمة بين تطلعات المواطنين المعرب عنها في جودة المرفق العمومي، الصحة، التعليم، الشغل، واعتبار أن هذه التطلعات المواطنة هي بحاجة إلى تعزيز الموارد المخصصة لها والتي تعتبرها الدولة جزءا لا يتجزأ من العقد الاجتماعي، و هذا هو العمل أو المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة من خلال تحديث برنامج الحماية الاجتماعية، إلا أن هذه الاستثمارات الضرورية للمستقبل فهي تستلزم استثمار أو تسخير موارد الدولة، وهذا يعني بطبيعة الحال تعزيز قدرة الاستثمار في مجالات عدة، لا سيما البنية التحتية وأيضا قطاعات العملياتية، القطاعات أخرى التي تعين على إيجاد هذه الموارد، وبالتالي ضرورة الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص سواء كان وطنيا محليا أو دوليا، بما يتيح تسخير هذه الموارد وحتى نتمكن من خلق فرص الشغل وخلق ظروف التنمية والرخاء التي نحن نتطلع إليها، وبما يتيح استمرارية واستدامة التنمية. وفي هذا الصدد تم اعتبار معطى أو مؤشر الثقة كحجر الزاوية الذي لا يمكن الاستغناء عنه من أجل إنجاح هذا النموذج، و دون إغفال المؤشرات الأخرى التي تحيل على الإمكانات الاقتصادية، المسائل المرتبطة بالإدماج وأيضا بالحكامة، هذه الحكامة التي لها مكانة مميزة في ظل هذا التصور. وفي هذا الصدد تم تطوير العديد من المقاربات التي سأذكر بعضها على سبيل المثال للحصر،
نصف التقرير ركز بشكل كبير على مركزية المواطن وأيضا على الأثر المواطن أكثر منه على ركز على المواطن أكثر من مراقبة الأمور أخرى لأن دور المواطن هو دور مهم ولا ينبغي إغفاله. أيضا هناك مسائل مرتبطة بانسجام السياسات العمومية وأيضا مسائل مرتبطة بتبسيط المصادر والضرورية وأيضا مسائل مرتبطة بتعزيز دور المؤسسات الحكام. هناك أيضا مسألة الإعلام المعطيات فهذه أمور ضرورية وينبغي عليها أن تواكب هذه الدينامية دينامية بناء الثقة ودون أن ننسى المسائل المرتبطة بالأعمال التي تركز على مكافحة الفساد مع صب مزيد من الاهتمام على إحداث الفرق أو التمييز بين العمل والتمييز بين ما الأمور المرتبطة بالتسيير وأيضا الأمور المرتبطة بالتهرب والرشوة وبالتالي حتى نتمكن من إتاحة المقاولة والمبادرات المقاولة وفي نفس الوقت معاقبة كل الاختلالات. هذا باقتضاب وبصورة عامة ما يتعلق بالنموذج ويمكنكم الاطلاع عليه بشكل مستفيض لكن أود أن أقول وباعتباري وزيرا للتربية الوطنية أن هذه المسائل المرتبطة بالأخلاقيات المرتبطة بالوقاية من الفساد هي حاضرة بقوة اليوم فبرامجنا أدمجت هذه العناصر ومن خلال أعمالنا الدراسية أو شبه الدراسة أو خارج الدراسية فنحن نتطرق إلى العديد من الموضوعات المرتبطة بهذا الشأن مع الطلاب في أفق الدفاع عن المصالح المشتركة بما يتيح تحديد الحقوق والمسؤوليات القائمة في هذا الصدد. هناك نحن أيضا معنيون بالعديد ببعض تمثلات الفساد وهذا الأمر الفساد هو موضوع غالبا ما يتكرر لا سيما الغش في الامتحانات وفي هذا الصدد هناك أيضا شهدنا أنماطا مبتكرة من الغش وهذا ما دفعنا إلى اتخاذ بعض العقوبات لكن هذا لا ينفي أنه يتعين علينا أن نقوم بمزيد من العمل من الرقابة ومن الميكانيزمات التي تروم تحسيس بدور بأهمية النزاهة وأخيرا هناك عمل جبار وتفكير كبير يتم بشأن شفافية المعطيات وتشارك المعطيات في إطار مشروع حول المعطيات الكبيرة فأكيد أن مثل هذه المبادرات هي خطوات أولية والتي سنجني ثمارها بمرور الوقت.